بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا مان. في الفيديو ده هنتكلم عن البايب برانشنج. ايه البايب برانشنج او ايه المقصود بيه؟ تعالوا نشوف. احنا قبل كده كنا اتعاملنا مع ان يبقى عندي فلو. دايما في اي فلو بيبقى عندي تانك يعتبر ده السورس، صح؟ وفي تانك تاني بيعتبر هو السينك. فتلاقي الفلو ماشي من هنا لهنا، صح؟ ممكن يكون السينك ارتفاعه اعلى من السورس لو في بامب ولا حاجه بتساعد في ان الفلو يطلع من تحت لفوق، وممكن يبقى السورس اعلى من السينك، ممكن يبقى نفس الارتفاع. طبعا انا بتكلم على ارتفاع السائل في كل خزان، هو ده اللي بيعنيني وبيفرق معايا. اللي هو لو قلنا مثلا ده زد ايه اللي هو ارتفاع الخزان ايه، وده زد بي اللي هو ارتفاع المايه في خزان بي. فكان دايما بيبقى تو تانكس. لكن ايه المقصود بالبرانشنج بقى؟ البرانشنج المقصود بيه ان انا يبقى عندي ثلاث تانكات او اكتر، يعني عندي تانك وعندي تانك تاني وعندي تانك تالت. فالموضوع بالشكل ده اهو معايا. وبالتالي هنا الوضع بيبقى فيه هنا نقطة بنقول عليها جانكشن، نقطة جي اللي هي الجانكشن أو الوصلة اللي ما بين التلات تنكات. ده عنده ارتفاع معين زد اي، وده زد بي، وده زد سي. طيب ايه الفكرة هنا؟ هقول لكم الفكرة هنا، ان اكيد في واحد في دول سورس وواحد سينك. يعني لو قلنا مثلا ان زد اي اكبر من زد بي اكبر من زد سي، ماشي، يبقى اهو هيبقى الفلو ماشي كده من ايه، لان ده سورس واكيد رايح لسي لان ده اقل ارتفاع. الفكره بقى في من تانك بي، هل تانك بي ده بيساعد ايه والاتنين بيدوا سي، ولا هل ايه بيدي بي وسي؟ فالفلو هنا غير معلوم بالنسبه لنا، هيعتمد على نقطة جي وضعها ايه الحقيقة معاه. طيب عشان نعرف نتعامل مع الكيس دي اللي بنقول عليها البايب برانشنج، لازم نبقى عندنا كونسبت مهم قوي دلوقتي. ايه اللي بيعمل فلو؟ يعني لو انا عندي ماسورة والماسورة دي فيها فلو، هل الفلو يمشي من هنا لهنا؟ الفلو ده بيجي نتيجة ايه؟ لو سمينا النقطة دي A والنقطة دي B، فلازم يكون الهيدروليك جريدينت عند نقطة ايه؟ أعلى من الهيدروليك جريدينت عند نقطة بي. واضح؟ ايه الهيدروليك جريدينت ده لو فاكرين؟ الهيدروليك جريدينت هو عبارة عن مجموع البي على جاما بلس زد، يعني مجموع الضغط والارتفاع، لأن الفلو لما بيجي يحصل في حالة الجازز بيجي نتيجة الضغط، فرق الضغط. لكن في حالة الليكويدز بيبقى الفلو نتيجة يا اما فرق الضغط يا اما الجاذبية، وعلى حسب مين اللي هيغلب. يعني ممكن يكون عندي بايب بالشكل ده ويكون الفلو من تحت لفوق عادي جدا، ده لو البريشر تحت اعلى من البريشر فوق، صح ولا لا؟ بحيث ان فرق الضغط يتغلب على فرق الارتفاع. وممكن على فكرة الفلو يكون جاي من فوق لتحت، بس ده لو فرق الضغط ما قدرش يتغلب على الجاذبية. واضح؟ فمين اللي يقول لي بقى مين اللي غلب؟ مجموع البي على الجاما زائد الزد اللي هو قيمة الهيدروليك جريدينت. وعلى فكرة الفرق ما بين هيدروليك جريدينت A وهيدروليك جريدينت B راح فين؟ يعني لو قلنا الارتفاع موجود، صح؟ يعني الزدات مش بتتغير، لكن طالما في فلو يبقى البريشر بيحصل فيه بريشر دروب نتيجة الفريكشن، وبالتالي فرق الهيدروليك جريدينت هيساوي الفريكشن هيد لوس اللي بيحصل في البايب، يبقى هيساوي اتش فريكشن. واضح؟ دي معلومه مهمه جدا، ان اولا الفلو بيجي من الهيدروليك جريدينت العالي للهيدروليك جريدينت الاقل، وان فرق الهيدروليك جريدينت يساوي قيمه الهيد لوس نتيجه الاحتكاك. طبعا كلامي على السامبل بايب. طب افرض هي مش سامبل بايب وكان في ماينور لوسز، كده كده احنا عرفنا قبل كده ان احنا بنحول الماينر لوسز لفريكشن عن طريق ال ايكويفالنت، وبالتالي بتبقى بالنسبه لي برضو هي سمبل بايب. واضح؟ فالمعادله دي معادله مهمه جدا جدا جدا.
فلو رجعنا للجزء ده اللي هو بتاع الباي برانشنج، الوضع اللي قدامنا ده هنقدر نشتغل. نشتغل ازاي؟ هقول لكم. اولا انت هيبقى عندك معلومات كاملة عن المواسير، يعني عندك الديامتر والطول والفريكشن فاكتور، الديامتر والطول والفريكشن فاكتور بتاع كل المواسير. فلو سمينا الماسورة دي واحد، والماسورة دي اتنين، والماسورة دي تلاتة، فهنيجي نقول ايه بقى؟ بصوا كده، انا متأكد ان الهيد لوس ديو تو فريكشن في الماسورة واحد بيساوي 8 اف واحد ال واحد على باي سكوير جي دي واحد باور 5 بجي دارسي ايكويشن في كيو واحد سكوير. طبعا ده لو هنستخدم دارسي ايكويشن، وبالتالي هو بيساوي كي واحد في كيو واحد سكوير. الكي ده كونستنت، ها، بيعتمد على الفريكشن فاكتور وطول وقطر الماسوره، فتقدر تحسبه طالما عندك معلومات كامله. اللي جانب ان انا اقدر اقول كمان ان الهيد لوس ديو تو فريكشن في الماسوره الثانيه، في الماسوره 2، هيساوي بنفس القصه اللي هي 8 اف 2 ال 2 على باي سكوير جي دي 2 باور 5 في كيو 2 سكوير، يعني هيساوي كي 2 برضو كونستانت او رقم في كيو 2 سكوير. ونفس الكلام الهيد لوس ديو تو فريكشن في الماسوره الثالثه هيساوي 8 اف 3 ال 3 على باي سكوير جي دي 3 باور 5 يعني في كيو 3 سكوير اهو، يعني هيساوي كي 3 في كيو 3 سكوير. ده طبيعي، ها؟ لكن لما نيجي بقى نتكلم دلوقتي، احنا بنقول ان الفلو ماشي من A ل G لنقطة J، صح؟ يبقى دلوقتي انا اقدر اقول 4 بايب 1 اللي هي الماسورة الاولانية، انا عندي هيدروليك جريدينت A ناقص هيدروليك جريدينت J هيساوي الهيد لوس فريكشن في الماسورة الاولى. ولما اجي للماسورة التانية، بلاش التانية، خلينا في التالتة الاول، التالتة، يبقى هيدروليك جريدينت جي ناقص زد سي، لا سوري، ناقص هيدروليك جريدينت الخزان سي يساوي اتش فريكشن 3. واضح؟ طيب خلينا في البايب التانية دلوقتي. ليه؟ لان انا مش عارف اتجاه الفلو، بالنسبة لي مش عارفه. بس خلينا نتفق، طالما التنكات كانت فري سيرفيس مفتوحة على الجو بالشكل ده، بالتالي الضغط بتاعها جو يعني زيرو جيج، وبالتالي هيدروليك جريدينت A هتعتبر هي زد A بس. لو بريشرايز تانك تاخد بالك عشان هتدخل كمان قيمة البريشر على الجاما. يبقى انا وصلت ان زد A ماينس هيدروليك جريدينت G هيساوي الهيد لوس فريكشن في الماسورة الاولى، يعني هيساوي K واحد في كيو واحد سكوير، ودي اول معادلة طلعناها. خلي بالك انت هيبقى عندك كل حاجة ما عدا هيدروليك جريدينت جي وما عدا كيو واحد، وبالتالي دي معادلة في مجهولين، هما مين بقى؟ هما كيو واحد وهيدروليك جريدينت جي. طب نيجي للمعادلة التانية، ما هو برضو لو الخزان سي مفتوح على الجو هيبقى ده زد سي، وبالتالي يبقى انا وصلت ان هيدروليك جريدينت جي ناقص زد سي هيساوي الهيد لوس فريكشن في الماسوره الثالثه اللي هو كي 3 في كيو 3 سكوير. وبالتالي هنا هبقى انا عندي معادله ثانيه، المعادله دي مجهول فيها كيو 3 و هيدروليك جريدينت جي. لما نروح بقى للبايب الثانيه، في البايب الثانيه الحقيقه ما احناش عارفين اتجاه الفلو، خدتوا بالكم؟ ممكن يبقى رايح اهو، نرجع نفتكر، ممكن يبقى رايح من جي ل بي وممكن جاي من بي لجي، فانا مش عارف، وبالتالي هفرض فرضيه وهشتغل عليها. يعني هنفرض ان هيدروليك جريدينت جي اعلى من 2 او 2 اعلى من جي. لو فرضنا ان 2 اعلى من جي، يبقى هيدروليك جريدينت الخزان 2 ماينس هيدروليك جريدينت جي هيساوي الهيد لوس فريكشن في الماسوره الثانيه، وبالتالي دي هي زد، مش 2 بقى، بي سوري، دي هي زد بي، فيبقى عندي زد بي ناقص هيدروليك جريدينت جي ب
بيساوي الـ head loss fraction في الماسورة التانية، يعني بيساوي اهو K 2 في Q 2 سكوير، وتبقى دي المعادلة التالتة، ومجهول فيها Q 2 ومجهول فيها hydraulic gradient J. خلي بالكو ان انت كده عندك ثلاث معادلات في اربع مجاهيل، وبالتالي محتاج معادلة رابعة. لما اجي بقى للنود، ما انت عندك الوضع عامل كده اهو صح، واحنا بناء على كلامنا الفلو بالنسبه لي بالشكل ده. نقطه جي دي بقى لما اطبق عليها كيرشوف كارنت لو، ان المفروض مجموع الفلوريت اللي داخل، مجموع الفلوريت اللي داخل المفروض يساوي مجموع الفلوريت اللي خارج، يساوي مجموع الفلوريت اللي خارج. يعني لو قلنا مجموع الفلوريت اللي داخل ناقص مجموع الفوليوم فلوريت اللي خارج المفروض يساوي صفر at الجنكشن جي. واضح؟ طب لو ما سماش صفر يبقى انا عندي ايرور. وبالتالي احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل الاتي، لان دي تعتبر معادله رابعه، بس الاربع معادلات دول هيتحلوا باي ترايل اند ايرور، باي يوزنج ترايل اند ايرور. هقول ايه بقى؟ فيرست ترايل، سوري، كاول اسامبشن اسيوم هيدروليك جريديان جي، ودي لما اجي افرضها هي قيمتها خلي بالكو هتبقى بين زد اي وبين زد سي. يعني هيدروليك جريديان جي الطبيعي ليها انها بين القيمتين دول، وممكن تبقى بين اي وبي او بي وسي، بس الاساسي انها بين اي وسي، ما ينفعش تطلع بره الرينج ده. طب فرضنا هيدروليك جريديان جي وفرضناها ان هي اكبر من سي واقل من بي اهو، فبالتالي بقت المعادلات اللي فوق زي ما احنا كاتبينها. خلي بالك لو فرضتها بين اي وبي لاحظ الفلو في ماسوره 2 هيتغير، فالمعادله هتتغير، ها هتتقلب. يعني في المعادله في ماسوره 2 بدل ما هي هيدروليك جريدين بي ناقص هيدروليك جريدين جي هتبقى هيدروليك جريدين جي ناقص هيدروليك جريدين بي. واضح؟ طيب لو فرضنا الفرض ده اهو، بقى عندنا هيدروليك جريدين جي، وبالتالي from equation 1 هقدر اطلع كيو 1 بكام، وfrom equation 2 هطلع كيو 2 بكام طبعا بناء على فرضي، وfrom equation 3 هطلع الكيو في الماسورة الثالثة بكام، وبالتالي هروح لمعادلة رقم 4، وfrom equation 4 هقول والله يبقى ايه مجموع الفلوريت اللي داخل ناقص اللي خارج، اللي هو بالنسبه لنا هنا هيبقى كيو 1 زائد كيو 2 ناقص كيو 3 هيساوي كام، وده هيبقى الايرور الاولاني بتاع الفيرست اسامبشن اللي هو هيدروليك جي 1. لو طلع بزيرو شكرا، لان ساعتها انت فرضت صح، يبقى لو الايرور بزيرو ستوب ايتريشن خلاص انت عرفت كل حاجه. لكن لو الايرور ما كانش بيساوي صفر ريترايل، هتعمل ترايل تانية. لما نيجي للسكند ترايل هيبقى هنأسيوم برضو ايه، هيدروليك جريديان جي تانية برقم زي ما اتفقنا عليه، وبالتالي هنروح نجيب ايرور تاني. يبقى انا فرضت مرتين وجبت 2 ايرور، وبنلجأ لان احنا نفرض ان العلاقة خط مستقيم والانتربوليشن ما بنعملش اكتر من 2 ترايل. يا جماعة بقول هنا الفرضية بتاعتي اللي هي الهيدروليك جريديان جي ده على الاكس اكسس، وهنا الايرور على الواي اكسس. طبعا انت فرض مرتين، فلو قلنا مثلا عند الفرض الاولاني الطبيعي، سوري انا اسف، الطبيعي ان انت فرضت مرتين والمفروض ان المره الثانيه بيبقى الايرور اقل. خلي بالكوا، ها يعني لو كان ده الفرض الاولاني وارد يبقى هنا، والثاني يبقى هنا اهو كده، ده كان الايرور وده كان الايرور اللي بعده
مثلا ده ايرور واحد، طبعا انت حطيت نقطة، وايرور اتنين حطيت نقطة، بنروح جايين موصلين دول كده، والمفروض نمد لغاية ما نقطع هنا، يبقى هي دي القيمة اللي احنا عايزينها عشان تديني زيرو ايرور. وبمجرد ما بعرف القيمة دي اللي هي المفروض تديني زيرو ايرور، بروح من equation 1 بطلع ال Q، وبروح from بالقيمة دي بقى يعني ثالث مرة، كأنك بتروح ثالث مرة، بطلع Q2، و from equation 3 بطلع Q3، وما بعملش تشيك لأنه في الغالب مش هيطلع زيرو ايرور. واضح؟ لأنك فرضت العلاقة خط مستقيم، اتفقنا؟ وبالتالي جبنا الكيوهات، وكان ده هدفنا ان احنا نعرف اصلا الديستشارج او الفلو ريت اللي ماشي في كل بايب قيمته قد ايه. واضح؟ دي الكيس الاولانيه للبايب برانشنج، واللي هي السامبل برانشنج او ما فيهاش بامب، يعني دي كده تعتبر الكيس الاولانيه اللي هي ويزاوت بامب. واضح؟ ويز بامب هشتغلها معاكم واحنا بنحل، لان ما فيهاش كلام كتير او اختلاف كبير، بس ادينا فهمنا الفكره العامه للبرانشنج، عايزين نطبق على الكلام ده. فتعالوا نشوف اول مساله على الكلام ده. اول مساله اهي، بيقول لي ان فيجر 1 ذا 340 متر ووتر تانكس، واحد واثنين 3 ووتر تانكس، هم ثلاثه تانكات يعني، هبقى في مشكله بس في الارقام، هم ثلاث تانكات. التانك ده 40 متر، ده مستوى المية، وده 30 متر، وده يعتبر تانك 1، وده تانك 2، وده تانك 3. وبيقول لي ان هما connected by pipes to a common junction، متوصلين بجنكشن جي اهي اهي، وان بايب واحد طولها 1500 متر، يعني طول الماسورة الاولى 1500 متر، والديامتر 50 سنتي، 50 سنتي يعني نص متر، والماسورة التانية طولها 1500 متر برضو، والديامتر 30 سنتي يعني 3 من 10 متر، والماسورة التالتة طولها 2300 متر، والديامتر ثانية واحدة الرقم هنا فيه مشكلة، والديامتر بتاعها 35 سنتي، يعني دي ثلاثة ده ب 35 سنتيمتر، يعني 0.35 متر. طيب، وبيقول لي خد الفريكشن فاكتور ب، او اسيوم كونستنت فريكشن فاكتور ب 2 من 100، يعني فريكشن فاكتور 1 وفريكشن فاكتور 2 وفريكشن فاكتور الماسوره الثالثه، اداهم لي كلهم ب 0.02 اهو، 0.02 بالشكل ده، و اداني كي الفالفات، لان في فالفين في ماسوره 2 وماسوره 3، فاداني الكي بتاعتهم، الكي هنا بتاعت الفالف ب 10، وبرده الكي هنا بتاعت الفالف ب 10. مطلوب مني ايه بقى؟ Determine the discharge in each pipe، يعني مطلوب مني ان انا اجيب ال discharge في كل ماسوره، يعني Q1 و Q2 و Q3 بكام؟ واضح؟ من هنا هبدا اشتغل، فهشتغل اول ان انا اشيل الماينر لوس واحوله فريكشن بالايكوفلنت لينث، فهقول ايه؟ والله فور بايب، لو عايز تعمل جدول اعمل، على فكره الجدول بتريح جدا. ها؟ يعني انا ممكن اعمل جدول كده اهو بالشكل ده، واحط فيه المواسير بتاعتي البايبس، ماسوره واحد وماسوره اتنين وماسوره تلاته، واهو طبعا هنا هحط ال L والدي والاف والكهات، لو موجود كهات هحط كهات معايا اهو، يبقى ده 1500 1500 2300، حطيت الديامترز 0.5 0.3 0.35، حطينا اف 0.02
0.02 0.02. الكيهات هنا ما فيش كي، هنا ب10 هنا ب10، هنا ال equivalent طبعا اللي فيهم ماينور، فال equivalent لو فاكرين بيساوي مجموع الكي في الدايمتر على الفريكشن فاكتور. فانت هتيجي تقول ايه، يبقى مثلا الماسوره الثانيه هيبقى كي 2 في دي 2 على اف 2 اللي هو هيبقى 10 في الماسوره الثانيه اللي هي 0.3 على 0.02. هيطلع لي رقم، يبقى هنحطه في الجدول هنا اهو. وهنا طبعا ال equivalent بزيرو لان مفيش اصلا ماينر في الماسوره الاولى. هنيجي للماسوره الثالثه، برضو ال equivalent في الماسوره الثالثه بيساوي كي 3 في دي 3 على اف 3، يعني هيساوي برضو اهو 10 بس المره دي في 0.35 على 0.02. هنطلعه كام متر وهنحط ال equivalent هنا. وهنا ال total للمواسير، وطبعا احنا عارفين ان ال total بتساوي ال زائد ال equivalent، فهنطلع الارقام دي. وده طبعا زي ما هو 1500 لانه بلس صفر. وبعد كده هروح قايل ايه الكي، او عايز اسميها سي، هنسميها سي، هنقول ان الاتش فريكشن بيساوي سي في كيو سكوير، وبالتالي السي دي هي عباره عن 8 اف ال على باي سكوير جي دي باور 5. هحسب لكل المواسير، ما عندي اف وال ودي، طبعا ال توتال، ها هنا ال توتال بقى، وهنحسب سي 1 وسي 2 وسي 3، والسي هات دي هتتحط هنا، السي هات بتاعه المواسير اهو سي 1 وسي 2 وسي 3. وانا مش عايز الحقيقه اكتر من كده في الجدول، حلو قوي على الجدول كده اهو، واضح. طيب بعد ما عملنا الجدول ده، بعد ما عملنا الجدول بالشكل ده هنعمل ايه بقى؟ هنروح نشتغل. هنمسك البايب الاولانيه، ايه البايب الاولانيه، ونقول ايه اهو، طبعا مش عايز اعمل جدول ما اعملش كده، انت مش مجبر، بس ده بيبقى الافضل يعني. ها هقول فور بايب 1 اهو، هيدروليك جريدينت ايه ناقص هيدروليك جريدينت جي، او هيدروليك جريدينت 1 ناقص هيدروليك جريدينت جي يساوي اتش فريكشن في الماسوره الاولى، يعني زد ايه اهو زد ايه او زد 1 ناقص هيدروليك جريدينت جي هيساوي سي 1 في كي 1 سكوير. طبعا دي ب 40 متر اهو، وسي 1 معايا، يبقى دي عادي معادله اهي معادله. هاجي للبايب التانية، أنا دلوقتي عندي الأرقام 40 و 30 و 20 متر، فأنا بدماغي هفرض هيدروليك جريدينت جي ما بين 30 و 40 وأريح دماغي، يعني هعتبر إن هو أعلى من 30، يعني هعتبر كفرضية إن الفلو كده كده ده أكيد ماشي كده، وهنا أكيد ماشي كده، صح؟ من الأرقام ده 20 متر وده 40 متر، وبالتالي ده السورس وده السينك. في نمرة 2 بنحقق افرض اي حاجة، فانا هفرض ان الفلو ماشي كده، وبالتالي انا حكمت نفسي ان تبقى الهيدروليك جريدينت جي بين 30 و 40 متر. طيب وبالتالي يبقى هيدروليك جريدينت جي ناقص هيدروليك جريدينت الخزان 2 هيساوي اتش فريكشن في الماسورة التانية، وطبعا ده هو زد 2، فيبقى هيدروليك جريدينت جي ناقص زد 2 يساوي سي 2 في كيو 2 سكوير اهو. دي المعادله الثانيه، طبعا معانا زد 2 ب 30 متر ومعانا السي، فتبقى دي المعادله الثانيه. 4 بايب 3 للبايب الثالثه اهو، هقول يبقى هيدروليك جريدينت جي ناقص هيدروليك جريدينت 3 يساوي اتش فريكشن في الماسوره الثالثه، طبعا ده هو نفسه زد 3 لانهم خزانات مفتوحه على الجو، وبالتالي يبقى هيدروليك جريدينت جي ناقص زد 3 يساوي سي 3 اللي معايا في كيو 3 سكوير، ومعانا زد 3 ب 20 متر، وبالتالي تبقى دي المعادله الثالثه. يبقى عندنا ثلاث معادلات في اربع مراحل. اقول يبقى باي يوزنج ترايل
and error. Assume the first trial. Assume ان هيدروليك جريدينت جي ب 35 متر اللي هي بين ال 30 وال 40 وعوض في المعادلات. فبالتالي from equation 1 انا جبت ال Q 1 بكام متر مكعب في الثانية, وfrom equation 2 جبنا Q 2 بكام, وfrom equation 3 جبنا Q 3 بكام. على فكرة Q 1 هتطلع ب 0.251 متر مكعب في الثانية, واثنين هتطلع 0.067 متر مكعب في الثانية, وثلاثة هتطلع 0.139 متر مكعب في الثانية. بعد ما طلعت الكيوهات دي هروح رايح at junction J, عند الجنكشن J, واقول ايه بقى؟ مجموع الفلوريت اللي داخل ناقص مجموع الفلوريت اللي خارج هيساوي ايه؟ فده هيساوي Q1 ناقص Q2 ناقص Q3, هو ده الايرور. اتفقنا على كده؟ وبالتالي يبقى الايرور الاولاني هيطلع Q1 ناقص 2 ناقص 3 هيطلع ب 0.045 وهيطلع بوزيتيف. وبالتالي بوزيتيف دي ليها معنى, لان بوزيتيف دي انا عايز تبقى صفر. يعني انا عايز حاجه من الاثنين, يا اقلل ده يا ازود دول, صح؟ يقلل واحد يزود اثنين وثلاثه. وده يتعمل ازاي؟ بان اعلي قيمه هيدروليك جريديان جي. وبالتالي بناء على شغلي يبقى انا من هنا هبدا افكر ان انا اخلي هيدروليك جريديان جي اعلى من ال 35 متر. فهعمل السكند ترايل, وفي السكند ترايل هاسيوم ان الهيدروليك جريديان جي ب 36 متر. ما هو طبعا ما بين 35 و 40 فمتعلاش قوي, 37 متر براحتك, واضح؟ وهنعمل نفس الكلام اهو ريبيت, وهنطلع الايرور الثاني ونعمل الانتربوليشن واهو. بصوا ريبيت اهو, ان انا from equation 1 و 2 و 3 طلعنا Q 1 و 2 و 3, وبالتالي اهو adjunction, صح؟ بعيد بقى بعمل فيها التانية error 2 اللي هو بيساوي مجموع الفلوريت اللي داخل ناقص مجموع الفلوريت اللي خارج اللي هو بيساوي Q1 minus Q2 minus Q3. طلعنا error 2 وهروح جاي وعامل interpolation ما بين الايرور وما بين الهيدروليك جريديان جي. هو هيطلع على فكرة اول فرض حاجة كده اهو, والتاني كان كده, احنا زودنا الفرد بس الايرور قل بالشكل ده اهو. والمفروض انك لما توصل دول ببعض وتقطع هنا يبقى انت طلعت هيدروليك جريديان جي بكام, اذا المفروض تديك زيرو ايرور. هنروح رايحين بالقيمة دي, وفروم equation 1 هنطلع Q1 لثالث مرة, وfrom equation 2 هنطلع Q2, وfrom equation 3 هنطلع Q3, وهنقف ونبقى قلنا discharge بكام. شكرا, وهنكمل في الفيديو الجاي.